تعد أيام الشارقة التراثية مهرجانا حيا يتجدد كل عام ليضم العديد من الفعاليات التراثية التي تحلق بالموروث الشعبي الإماراتي إلى جانب العديد من الدول المشاركة التي تعتز بتراثها وماضيها العريق. وكان لمملكة البحرين حضور لافت في هذه المشاركة. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. هو الاقتراب من المخزون التراثي والماضي العريق وتحسس مكامنه عبر تجسيده في صورة حية، وهي الأيام التي لطالما كبر معها جيل بأكمله، شب على التراث وارتوى من معينه وتشرب مثله العليا التي درج عليها الآباء والأجيال. من قلب الشارقة القديمة انطلق مهرجان أيام الشارقة التراثية في دورته 17 يحتفي بشعار الحرفة والحرف، مستلهما لرموز التراث ومبرزا لكنوزه، مستوعبا لكل التغيرات التي طالت مختلف المعارف التراثية. أيام الشارقة التراثية كمهرجان هو مهرجان ثقافي في المقام الأول، ونعتبر المهرجان كأنه كبسولة زمنية يعني يدخل فيها الزائر ويعود إلى الماضي، يعود من خلال معايشته ومن خلال أيضا إنعاش حواسه الخمس، وممكن من خلال الاحتكاك بتلك الأجواء القديمة الرسالة أو المعلومة لن تكون معلومة عابرة ولكنها ستكون معلومة معاشة لتكون يعني ملبوس لهذا الإنسان الإماراتي حتى يحملها. لكن احنا لا نقف عند حدود الإمارات، ولكن المهرجان هو إماراتي خليجي عربي وعالمي في نفس الوقت. تشارك في مهرجان أيام الشارقة التراثية 60 دولة من مختلف دول العالم، حلت مقدمة كل ما تحمله هذه الدول من إرث تراثي إلى جانب الموروث الإماراتي الشعبي. نحن الآن بالجناح الصيني لهذا المهرجان، ولدينا كثير من الأعمال الفنية الشعبية التقليدية هنا، مثل فن قصر البراق ونقش مصغر ونقش على جنود البقر. في هذا المهرجان لم تتوانى مملكة البحرين في أن تلبي شرف المشاركة لتقدم أجمل الصور التي لا تزال شاخصة وشاهدة على الماضي والتراث الأصيل. مهنتي أو حرفتي صناديق المبيتة، ومعروف عندنا في البحرين يعني شهرتها ودقتها وطراز مالها يعني، وإحنا الحمد لله يعني طورناها. يو أقدم اللي هو حرفة النغدة، والنغدة مشهورة بها فعلا البحرين بين دول الخليج، لأن يعني كانت علاقاتها مع الهند، وهذه إحنا نجيب الفضة هذه أو خوص الفضة يبونه من الهند. نحن جينا نعرف عن لعبة الدامة. طبعا لعبة الدامة هي لعبة شعبية قديمة تمارس في جميع الدول العالم، وأصبحت الآن من لعبة شعبية إلى لعبة دولية، أصبح لها اتحاد دولي، تقيم لها بطولات دولية. أيام الشارقة التراثية محطة لا تهدأ في تقديم كل جديد على الساحة التراثية، تتحول فيها الفعاليات والأنشطة إلى قبلة للجمهور وعشاق التراث، بما توفره من مناخ مناسب لاستكشاف جماليات حياة الماضي البعيدة عن التكلف. العديد من الدول حجزت مكانها في مهرجان أيام الشارقة التراثية، وكان لمملكة البحرين نصيب من هذه المشاركة بالعديد من الحرف اليدوية والعادات والتقاليد والزي التقليدي. إيمان شرف لمركز الأخبار الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.